A 70-year-old man with an exciting diagnosis of 5-centimeter abdominal aortic aneurysm and atrial fibrillation present with acute onset abdominal pain. عنده acute onset abdominal pain radiating للباك. His medication include warfarin and bisoprolol. The last INR taken 2 weeks ago كان 2.5. طيب his observation show the following: the blood pressure واقع والheart rate متكتك. تقريبا هو رابشر، حصل له رابشر كده. This decision is made to proceed with emergency surgery. Okay. Within the next 30 minutes. Okay. 30 minutes. طيب. Which the following the most appropriate management للوارفارين ثيرابي. واحد بياخد وارفارين على INR 2.5. تمام. وحصل له acute onset abdominal pain radiating للباك تقريبا للأورتيك أنيوريزم ده فرقع. وده بيقول لنا من خلال انه البلد بريشر وقع والهارت ريت ارتفع، فهم قرروا ان هم دخلوه ايمرجنسي. طب هنعمل ايه في الوارفارين ده؟ هل نديله 5 مللي جرام فيتامين كي انترافينوسلي؟ هل نستوب الوارفارين اند كومينس تريتمنت اللي هو النوكسابارين اونلي، ولا كونتينيو وارفارين بات؟ طبعا ده كلام فارغ عشان نكمله. ولا نديله give 4-factor prothrombin complex concentrate 25 ل 50 units per kg، ولا being begin dual therapy warfarin. وده طبعا كلام عبيط برضو. فاحنا هنا ما بين فيتامين كي صحيح وما بين البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، بس هي القصه اللي بتحكمنا الوقت. لو هو الكتيف او لو عنده وقت كان ممكن نديله فيتامين كي صح، بينما ده عشان نص ساعه. ايوه نديله ال okay. صحيح هنديله اللي هو الفاكتور بروثرومبين كومبلكس ده عشان ايه اللي ما عندناش وقت. البيشنت اون وارفارين اندرجو ايمرجنسي سيرجري جيف 4 فاكتور البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت. هنا اللي هو البريتش جورنال اوف هيماتولوجي جايد لاين ان بيشنت اون وارفارين هافينج ايمرجنسي سيرجري. لو السيرجري كان ويت لمده 6 الى 8 ساعات، ده طبعا مش هينفع في الحاله بتاعتنا دي، ممكن اديله يعني خلال 8 ساعات السيرجري ممكن تتاجل، يبقى اديله عادي الفيتامين كي. لو كانت ويت يبقى خلاص احنا نديله اللي هو الايه الفور فاكتور بروثرومبين كومبلكس، بندي من 25 ل 50 يونت بير كي جي. طيب ذا جايدنس ماكسيمم 3000 يا دكتور حسن بقى. نعم ماكسيمم 3000 يونت. ماكسيمم كام؟ 3000 يونت 3000. تمام تمام ده السقف بتاعنا، ده السقف بتاعنا في وان دوز. تمام تمام الله ينور عليك. حلو. هو على فكره ليه جدول تمام حسب الاي ان ار، يعني انا برضو ما بختارش هاب هازارد، حسب الاي ان ار رينج انا بدي الجرعه، ولذلك هو مدينا هنا رينج من 25 ل 50. يعني في ناس هتاخد 25، في ناس هتاخد 35، في ناس هتاخد 40، في ناس هتاخد 50 حسب الاي ان ار. الاي ان ار بتاعه مش عالي 2 وشويه، ده غالبا هياخد ال 25 بير كي جي. حلو. إضافة جميلة. طيب the guidance is to stop warfarin before elective or emergency surgery. So option 3 and 5 are incorrect هنا. طيب أنا لو عندي elective surgery أنا ممكن أوقف الوارفارين لمدة 5 أيام باين ولا 3 أيام باين؟ مش كاتب هنا. 5 أيام. طيب الورفرين والاسبرين بيتوقفوا 5 ايام. تمام. البلافكس اعتقد اسبوع. رأيي انت بليتلت اسبوع، لما اعتقد الورفرين انا مش فاكره قد ايه، بس هو كده كده مش اقل من 3 ايام. تمام. طيب نقول الوارفرين هنا عبارة عن oral anticoagulant بينهبت الانزيم بنسميه اللي هو الإبوكسايد ريدكتيز اللي بيقلل الـ
prevent reduction of vitamin K so to its active hydroquinine form طيب which is بدوره هو بيبقى كو فاكتور للكربوكسيليشن للكوكليشن فاكتور اللي هم 1972 اللي هو 10 و9 و7 و2 زائد والبروتين سي. طيب الانديكيشن في الفينس ثرومبومبليزم والتارجت بتاعي الاي ان ار بيبقى 2.5 ولو كان ريكرنت برفعه ل 3.5. طب الاتريال فيبريشن على 2.5. طيب الميكانيكال هارت فالف قلنا الاورتيك هيبقى على 3 والميترال هيبقى على 3.5. ايه هو مش كده هو برضو في الفالف ريبليسمنت يا دكتور حسن انا برضو عندي رينج انا مش فيكس نمبر برضو. تمام ازاي بقى؟ يعني انا بيبقى عندي في الاورتيك من 2.5 ل 3.5 والميترال بزود نص من 3 ل 4 الاورتيك من 2.5 ل 3.5 الميترال من 3.5 ل 4 اخد متوسط اي اخد متوسط بيقول لك 3 ده المتوسط ده حسب الهاسبلد سكور ولا ايه ولا ايه الحكايه بالظبط يعني لا 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 ده رينج اصل انت اصل حضرتك لو هتخليه فيكس نمبر صعب جدا تكنترول ان فيكس نمبر فانت لازم يبقى عندك رينج تلعب فيه اقول ده حلو وده وحش ازود انقص وزن رينج تمام حسب المريض يعني حسب الرينج ان انا لو هعمل له فولو اب للاي ان ار او خلاص ده اورتيك فالف خلاص يبقى ماي تارجت من 2.5 ل 3.5 رينج فاديله رينج فاديله براح يطلع 2.6 النهارده كمان اسبوعين يطلع 3 ماشي كل ده وزن رينج وزن رينج مش فيكس نمبر هو لو طلع طب لو طلع 2.8 اعمل ايه ازود الجرعه طب هيجي بعديها باسبوعين 3.5 اقل الجرعه هنقعد نلعب في الجرعه كتير هو بيبقى دايما رينج حتى في البي اي او الدي في تي ثرومبو امبوليزم اي ام وذين ارينج مش رقم ثابت تمام حلو طيب هنا بيقول البيشنت اون وارفرين ار مونيتورد يوزنج الاي ان ار وهو ريشيو بين البروثرومبين تايم البيشنت على النورمال بروثرومبين تايم الوارفرين هاز ا لونج هاف لايف اند اشيفينج ستيبل اي ان ار مي تيك سيفرال ديز ذير ا فاريتي اوف لودنج ريجيمز اند كمبيوتر سوفت وير از ناو تو اوفتن مش عارف ايه تو اليرتد دوز الفاكتور ذات مي بوتنشيت الوارفرين ايه الحاجات اللي بوتنشيت الوارفرين ان هو ما يتكسرش سواء انا عندي ليفر ديزيز او عندي البيت اللي هو البي 450 انزيم ده انهيبيتورز تمام زي في حاله الاميودارون من السيبروفلوكسيسين والكرانبيري جوس قلنا عصير اللي هو التوت البري ده ودراجز مي ديسبليس الوارفرين برضو ده بيعلي الوارفرين لو حاجه هتديسبليس من البلازما البيومين زي الانسيد او انهبت البليتلت فانكشن زي الانسيد ده هتخليه تقوي بينه وتضعف الانهبت البليتلت فانكشن يعني الانسيد بتشتغل عن طريق حاجتين يعني ان هي تنهبت البليتلت فانكشن وزائد ان هي برضو تزود من الوارفرين ملوش اي علاقه بالبليتلت ولا البليتلت فانكشن الوارفرين ملوش علاقه بالبليتلت تمام هو بيشتغل على الكواجليشن فاكتور بالظبط فمعلومه دي غريبه شويه هو يمكن قصده انه هيزود الريسك اوف بليدنج بالظبط يبقى عندي حاجه بتضرب البليتلت وحاجه بتضرب الكواجليشن لكن هو مش هيأثر على شغله الوارفرين في حد ذاتها كده تمام طيب ايه السايد افكت بتاعته طبعا هي الهيموريج هو تيراتوجينيك قلنا ما ينفعش برضه كان بي يوز في البريست فيدنج يعني هو ممكن يستخدم في البريست فيدنج بس هو تيراتوجينيك فما يستخدمش في الحمل طيب ممكن يعمل السكن نيكروزس دي اللي كنت بتقول عليها يمكن يا دكتور او بيربل توز اهي بيربل بيربل تو تمام جت اهي سبحان الله طيب هنا بيقول السكن نيكروزس when warfarin is the first started the biosynthesis of protein C is reduced this result of temporary pro coagulant state after
initially starting warfarin, normally avoided by concurrent heparin administration. Thrombosis may occur in venules leading to skin necrosis. يعني skin necrosis ده بيحصل في ساعات في بداية إن أنا أدي الوارفرين نتيجة إنه بيقلل البروتين سي. تمام؟ initially. فأنا بكفر أو يعني avoid القصة دي بإن أنا بدي هيبرين. صح كده؟ تمام. طب الانفيرو فينا كده فلتر والريكورنت بتاع ده الدي في تي، يعني ايه الانديكيشن بتاعها؟ الفايل اللي انت كنت بعت لي يا دكتور حسن على الجروب هو كاتبها في النوتس، بس انا ما فهمتش هو كاتبها اللي هو الانديكيشن ايه. هل هما الريكرنت ثرومباي ولا ايه؟ كاتب patient is recurrent venous thrombembolism may consider enverovina cava filter، بس مش يعني في الباس ميديسن مش كاتب عنها أي حاجة. حاجة يعني. هي تيجي معانا على فكرة النهاردة. طب ايه الانديكيشن بتاعتها؟ اصل هو مش كاتب عنها أي حاجة، اللي أنا عارفة إن هو لو extensive up to الفيمورال فوق خالص ال DVT ده المفروض هنركب له ال inferovina cava filter عشان هو كده high risk. بس مش عارفة بقى الريكورنت ده ايه موقعه. انت قصدك ايه الانديكيشن بتاعها من الاخر كده صح؟ انا بصراحة مش عارف بس بصراحة، انا فاكر ان هي من ريكورنت. الريكرنت. ايوه هو قال في ريكرنت الريكورنت الاول كونترا بنزود. انديكيشن كمان. طب هو في الريكورنت قال في الاول بنزود التارجت اي ان ار ب2.5 ل3.5 اول حاجة، فهل احنا تارجت اي ان ار ل3.5 وريكرنت عليها فبنركب الاي في سي فلتر؟ بس تمام. برضه لوجيك الكلام، بس لانه هي انفيسيف يعني مش حاجه بسيطه يعني، فاحنا بنجرب الاي ان ار نعليه، لو حصل ثرومبوزس بعدها برضه خلاص كده احنا مضطرين بقى نحط فلتر ونريح دماغنا يعني. انا مش عارف بصراحه، بس الكلام قصدي لوجيك يعني مع الموضوع. يس يس طيب ماشي، شكرا يا دكتوره سوسن. يعني هو لما يكون ريكرنت، في حالة ريكرنت برغم من انه رفعنا الاي ان ار هذا يعتبر انديكيشن. كمان في حالة وجود كونترا انديكيشن للانتي كواجيليشن كمان يعتبر انديكيشن. في حالة الاكستنسيف زي ما تفضلت الدكتورة كذلك هو انديكيشن. تمام. دي بي تي وليفر ديزيز مثلا هنديله اي بي سي فلتر عشان مش هنعرف نديله وارفرين مثلا ايه. في اوقات كتيره المريض بينزف يا دكتوره، بنشوفها كتير حتى في الاي سي، مريض عنده دي في تي بات هيز بليد او ثرومبوسايتوبينيك او في سبب تاني في سيبسس مثلا ثرومبوسايتوبينيا، مش قادر اديله انتي كاجيليشن فبعمل له اي بي سي فلتر. يس. تمام حلو. طيب ناخد سؤال تاني. A 39-year-old male is diagnosed with pulmonary arterial hypertension. He was started on sildenafil 4 months ago after testing negative. اللي هو الإيبوبريستول يعني during the vasodilator testing, but has had a poor response to treatment with continued shortness of breath on exertion and peripheral edema. لسه عنده برضو أي مشاكل مش كنترول. What the additional medication should be considered to delay disease progression with these symptoms? دي هنديله ايه بقى؟ الامبريزنتين. الامبريزنتين بتهيألي كان مع من ضمن الحاجات اللي هي كنا بنقول عليها ايه؟ الاندوثيلين. ولا لا لا مش الانالوج ده، بتهيألي ده اللي هو الاندوسيلين انتاجونست. تمام. طيب pulmonary arterial hypertension patient with negative response للفازودايليتور testing should be treated with يا اما بروستاسايكلين انالوجز، هيجي الامثله بتاعتها بتهيألي تحت، او الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست زي بتاع اللي هو الامبريزانتان ده، او الفوسفوداي استريز انهبيتور اللي هو اللي زي السيلدينافيل. اوفتن كومباينيشن ثيرابي از ريكوايرد. بتقول ايه يا دكتور مصطفى؟ بتقول
The correct answer here is combine السندلفيل اللي هو الفوسفودايستريز inhibitor with an alternative medication used for treating the patient who do not respond to acute vasodilator testing اللي هم ثلاث جروبس ثلاثة جروبس قلنا عليهم. These patients are candidate for treatment of prostacycline analog such as اللي هو الإيلوبروست أو الإيبوبروستينول أو الإندوثيلين ريسبتور أنتاغونيست زي البوسانتان والأمبريسانتان أو زائد الفوسفودايستريز إنهيبيتور. يبقى إحنا عندنا اللي هو البروستاسايكلين أنالوج وعندنا الإندوثيلين ريسبتور أنتاغونيست ده تاني وعندنا التالت اللي هو الفوسفودايستريز. تمام، دول ثلاث مجموعات أنا بستخدمهم لو هو الفازوديليتور تيستينج بتاعه نيجاتيف. طيب studies suggest that use of this medication can improve symptoms and delay disease progression and improve survival such as correct answer adding الامبريزانتان اللي هو الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست للسيلدنافيل اللي هو اللي كان عندنا فوسفودايستريز انهبيتور. طيب بقيه الحاجات طبعا مالهاش علاقه عنديها يعني. هنا البرمونري هايبرتنشن احنا خلينا في المانجمنت بتاعته. يعني المانجمنت هنا بيقول should first involved treating any underlying condition لو في underlying condition هي اللي عامله القصه دي احنا بنعالجها with anticoagulant or oxygen following this احنا بنديله بنعمل معاه اللي هو acute vasodilator testing بنديله اللي هو اللي فينو الدواء ده الايبوبريستانول تقريبا صح كده بنعمله الفازوديليتور تيستنج ده بنديله حاجه تعمل فازوديليتيشن لو هي لو هو عملت فازوديليتيشن يبقى ده ممكن اللي هو الايبوبريستانول او النايلد نايتريك اوكسايد بنديله ده لو هو بوزيتيف يعني حصل فازوديليتيشن وده بيحصل في المينوريتي اوف ذا بيشنت ممكن يشتغل على الكالسيوم شانل بلوكر ويبقى تمام. بينما لو كان التيست ده نيجاتيف الفازوديليتور فاحنا وده معظم العيانين فهنشتغل عليه بالثلاث حاجات دول اللي قلنا عليهم اللي هو البروستاسايكلين انالوج زي التريبروستينيل او الايبوبروستول او الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست زي البونسانتان والامبروسانتان و او الفوسفودايستريز انهبيتور اللي هو السيلدينافيل ودايما ايه بتاخده ككومباينيشن يعني ساعات. طيب نعدي القصه دي. 62 year old man who had a mechanical mitral valve replacement 4 years ago is reviewed. What long term antithrombotic therapy is likely to be taking? واحد عنده 62 سنة وعلى ميكانيكال ميترال فال احنا ماشي على ايه؟ شال وارفرين انا وارفرين والاي ان ار زي ما قلنا الميترال ده هنخليه مثلا 3.5. طيب هنا بيقول البروستيك هارت فالف البروستيك هيمشي بس على اسبرين بس بعد ال بتهيألي بعد العملية بيمشي بس تلات شهرين بتهيألي على ورفرين بس الميكانيكال هيمشي على ورفرين واسبرين لونج لايف. أتمنى إن هو كاتبها هنا عشان نتأكد منها برضو أهي في ال في اللي هو ال في ال في البيولوجيكال فالف أو اللي هو البايو بروستيك فالف ده لونج تيرم أنتي كواجريشن نوت يوجوالي نيدد الورفرين جيفن في الفيز 3 مانثس أول تلات شهور بس بعد كده بيمشي على اللو دوز اسبرين انما التاني بيمشي على الاثنين لونج لايف. طيب ناخد سؤال تاني. 45 year old man present with palpitation that began around 40 minutes ago other than having a stressful day at work there appear to have been no obvious trigger. He denies any chest pain or dyspnea. ECG show regular tachycardia 180 beat per minute. QRS duration narrow مربعين ونص
عالي ناره كده، بلاد بريشر بتاعه كويس، الاكسجين ساتوريشن كويس. ask to you ask him to perform Valsalva maneuver، يعني اس في تي صح كده، اس في تي نارو كومبلكس اريزميا. فانا اول حاجه هعمل معاه الفالسلفا مانوفر، but this has no effect على الريزم. what is the most appropriate next course of action؟ لو ما عندوش ازمه هديله اسمه ايه؟ الادينوسين. اه بالظبط. هل هو عنده ازمه في الكيس سيناريو هنا؟ لا. هل هعمل له كارتوفيجن انتروفينس لابتالول ادينوسين؟ ادينوسين بيتهيألي نديله 6 مللي جرام كل دقيقة، بعد دقيقتين نديله 12، بعد دقيقتين نديله 12. ولو عنده كونترا انديكيشن للادينوسين يبقى ايه؟ الفيرابميل، هو كاتب الفيرابميل هنا مش جايبه. وبعد كده الكارديوفيرجن. طيب هو انترافيرس ادينوسين هنا بيشنت with SVT، هو هيمودايناميكلي ستيبل، not respond to vagal maneuvers زي الفالسلفا يعني. next step treating اللي هو الادينوسين. this patient has supraventricular tachycardia with no adverse sign زي الشوك والمايكاردال اسكيميا والقصه دي. ف if vagal maneuver fails انا بخش على بالانترافينوس ادينوسين should be given. حسن بيعملوا ازاي الفالسلفا مانوفر في العينين دول؟ ازاي بقى دكتور مصطفى؟ يعني هو ابسط حاجه بيقول له بيرنج داون، احزق، يعني حاجه يقول له احزق كانك بالحمام، بس هو زود ال اللي ينفخ في سرنجه بالمقلوب. فعلا ينفخ فيها بالمقلوب عشان يزود الانترا فلاتيك بريشر. بالظبط. وبعد كده تروح قلبه وترفع رجليه فوق. طب هما بيقلبوه ليه؟ انا شفتها بصراحه فيديو، يعني شفت واحد بيعمل فعلا المانوفر ده، بيدوا له سرنجه كده وينفخ فيها بالمقلوب بس، وبعد كده بيقلبوه ويرفعوا رجليه. ليه بقى؟ الفينس ريتيرن بس. ان لما بتزود الانترا ثوراسيك بريشر انت بتقلل الفينس ريتيرن برضه. قصدك هو طب هو طب كده هيزود احنا عايزين نقلل الفينس ريتيرن صح؟ الفالسلفا. ما انت قللته اما حزق. اما حزق او نفخ في السرنجه انت زودت الانترا ثوراسيك بريشر وبالتالي الفينس ريتيرن قل. فانت عشان ترستور الفينس ريتيرن والكارديك برفيوجن بتنيمه على ظهره وترفع رجليه. مش تمام. كتير يعني، ده كل ده ثواني. تمام. الفالسلفا دي لها علاقه ان احنا بنعمل فيجل ستيميوليشن، فالفينس ريتيرن مش ابارت من الموضوع. لا ما هي الفالسلفا حصلت، ما انا خلاص انا عملت الفالسلفا مانوفر، الفينس ريتيرن انا بعد ما عمل الفالسلفا مانوفر قالوا بريستور الفينس ريتيرن، هي مش بارت اوف فالسلفا مانوفر. لا ما انا لا انا قصدي ان احنا كده كده عايزين نعمل فيجل ستيميوليشن، فكده كده الاكشن اللي هي يقلب الاس بي تي لساينس عن طريق الفيجل ستيميوليشن، الحزقه او السرنج اللي نفخ فيها، بس هو ده. هي دي الفالسلفا. وطبعا ممكن عن طريق الكاروتيد مساج، بس دي مش بتفضل في الناس اللي سن كبير يعني. وليها تايم برضو، انت ما تقعدش تدلك في نفس الناحيه، اعتقد 1 مينيت ما تزيدش عن 1 مينيت اهو. خطيره يعني قصدك صح؟ عشان لو اثرو سكليروتيك ما تعملوش ستروك. تمام. طيب هنا بنقول في الاكيوت مانجمنت هشتغل بالفيجن مانوفر سواء فالزلفا مانوفر او كاروتي ساينس مساج. ما استجابش بخش بالانترافينوس ادينوسين 2 مللي جرام بعد دقيقتين 12، بعد دقيقتين 12. كونترا انديكيتد مع الناس الازماتيك، فلو عنده كونترا انديكيشن ممكن اشتغل بالفيرابميل. بعد كده اعمل له الكتريكال كارديوفيرجن. تمام. لو انا عايز اعمل بريفنشن للابيسودز بالبيتا بلوكر والراديو فريكونسي ابليشن. طب هو كان هنا بيقول اللي هو هيمودايناميكالي ستيبل، طب هو لو ان ستيبل دي سي على طول يعني؟ دكتور نادر كان قال ان ديسه على طول. اي تاكي اريزميا ان دي سي. اي تاكي اريزميا ان ستيبل دي سي. تمام. طيب 44 year old female is investigated for suspected idiopathic pulmonary hypertension.
Which one of the following is the best method for deciding upon management strategy؟ قلنا من شوية طبعاً أنا عشان أحدد المانجمنت استراتيجي بتاعي أول حاجة بعمل إيه؟ اللي هو الأكيوت فازو ديليتور تيستينج، الإيبوبراستول ده أو النيتريك أوكسايد إنهيلد نيتريك أوكسايد. لو استجاب حصل فازو ديليتيشن بمشي على الكالسيوم، ما استجابش بنمشي على التلاتة اللي قلناهم من شوية. إن هم نقولهم برضو نثبتهم كده البورس سايكلين أنالوج زي ال تريبروستينيل أو الإيبوبروست أو الإندوثيلين ريسبتور أنتاجونز زي البونسانتان والإمبروسانتان والفازو داي فوسفو داي استريز إنهبيتور زي السيلدينافيل. عادة بنستخدمهم في كومباينيشن. طيب هنا a woman who is 34 year sorry 34 weeks pregnant وبصححوا لي يعني لان بسمع الفيديوهات ساعات بلاقي اني بقول مكان الويكس مانثز وبلخبط يعني. ما احنا فاهمين يا بيه عادي. يعني طب الحمد لله ان هي واصله يعني بالمعنى. طيب واصله بيه واصله. مش واحده كده دكتور حسن. وساعات برضه في اول سيشن في الكارديو قاعد اقول على الاكيوت بريكاردايتس قاعد اقول عليها اكيوت بنكرياتايتس وعيدها هيجي 9 مرات ورا بعض. ما فيش اي حد بيقول لي اي حاجه. طيب a woman who is 34 weeks pregnant is admitted to obstetric ward. She has been monitored for the past few weeks due to pregnancy induced hypertension but has now developed proteinuria بقت بريكلامسيا يعني her blood pressure 162/94 Which one of the following antihypertensive is the most appropriate to commence في البريجنانت؟ ليبيتالول أول واحد صح. النيفيدبين برضو بينفع بس مش أول لاين. ليبيتالول هم الألفا بيتا ده بيبقى معاه 10/10. الميثايل دوبا برضو بيستخدموه صح؟ عندكم في مصر بيستخدموا اللي هو الألدوميت. بس الليبيتالول اللي هو الألفا بيتا ده اللي هو إيه؟ افضل طبعا. برضه يا دكتور حسن بتفرق ان البري اكلامسيا ممكن تيجي بوست بارتم بتفرق هي لسه كونسيفد ولا لا. ازاي بقى يعني لو جت بوست بارتم مش لازم ادي الحاجات اللي ممكن ادي اي حاجه. اذا حسب الجايد لاين بتاعنا بقى العادي هو هنا على طول بيتكلموا انها لسه بريجننت ما ولدتش يعني دايما السيناريوهات في الاسئله انها ستيل بريجننت فانا بشوف الحاجات اللي تبقى سيف على البيبي برضو. تمام صحيح. لكن لو ولدت وبري اكلامسيا لا انا عندي اوبشنز اكتر. صحيح صح صح كلام مظبوط. يعني هنا الليميتيشن برضو عشان ممكن حاجات برضو كونترا انديكيتد مع البريجننسي او ممكن تقلل يمكن ال يعني ال البلاسينتال بلاد فلو او حاجه زي كده بتهيالي صح؟ بالظبط هو الخوف كله على البيبي يعني هو احنا ليه بنختار الاوبشنز دي بالتحديد مش عشان دول الموست افكتيف مع البري اكلامزي او مع الضغط بحد ذاته او المشكله لا هو الخوف كله بيبقى على البيبي. صحيح حتى البيتا بلوكر والالفا بلوكر ده ممكن استخدم ايس استخدم ار استخدم اي حاجه طبعا. صحيح صحيح بالظبط الايس والاربس افكت مع البروتينوريا بيقللوا البروتينوريا في حد ذاته الايس هيبقى افضل صح؟ إيه طيب الليبيتالول هنا هو الفيرست لاين في البريجنانسي انديوس هايبرتنشن ونجيب ال للاسف هو هنا مش جايبهم يمكن لا هنا نجيب المانجمنت هنا الجايد لاين بي ريكومند تريتنج البلاد بريشر اكتر من 160/110 although many clinicians have a lower threshold تمام ممكن يعتبروا يعني اقل من كده برضو بيعالجوا الاور لابيتالول ده هو الفيرست لاين اكوردنج نايس 20/10 نيفيدبين كالسيوم قلنا برضو وهو والدايركت فازو دايليتور زي الهيدرالازين مي اولسو يوزد ديليفري اوف ذا بيبي از ذا موست امبورتنت اند ديفينيتيف مانجمنت ستيب ذا تايمينج ديبندنج اون انديفيديوال كلينيكال سيناريو.
يعني هو مجرد ما تحصل يحصل ديليفري يعني خلاص كل الكلام ده بيقصده كده يعني من ضمن المانجمنت انه الدنيا بتتظبط ولا ايه قصده ايه بالظبط يا يس دكتور يس مصطفى؟ قصده كده صح؟ هو الديفينيتيف تريتمنت اوف ذا اكلامزيا اند بري اكلامزيا از ديليفري ان العينه تولد بغض النظر ده عن عن وقت عن البيبي عمره قد ايه اصلا؟ لا تفرق تفرق ممكن كده اللي حضرتك ديبند اون انديفيديوال كلينيكال سيناريو. في واحده هصبر عليها شويه ولسه ايرلي، لكن واحده مثلا 34 35 اسبوع ممكن اولد، لكن قبل كده تمام. بس احنا بنتكلم على البري اكلامسيا بيرسي كباثو فيسيولوجي حلها النهائي هو الولاده، مش معنى كده ان انا بالضبط. هدخل العينه تولد بري تيرم، لا انا بتكلم على نظره للباثو فيسيولوجي بتاع الاكلامسيا البري اكلامسيا العلاج النهائي هو الولاده، مش معنى ان العلاج النهائي هو الولاده ان انا ادخلها تولد دلوقتي، لا انا هدخلها تولد على حسب ما ناسس البيبي وناسس وتبقى كوست بنفيت ريشيو يعني ونشوف الوقت الانسب يعني. تمام، هو تمام individualize اللي حسب كل حالة بحالتها يعني. طيب إيه، ناخد سؤال تاني. بيقول 17 year old male is taken to emergency. نعم، كنت بس عايزة أقول إن هو في الاي سي لو هي عينة مثلا young age أقل من يعني according to nice guideline الاي سي ما بيستخدمش during ال breastfeeding. كان هي لو هي breastfeeding احنا الاي سي ده لا مش بنستخدمه فيرست لاين، طبعا بنستخدم الاذر اوبشن يعني. الاس ما ينفعش ولا في البريست فيدنج ولا في البريجنانسي. لو في وهي لو هي بريست فيد لا مش هنديهولها. طبعا ما ينفعش ولا في البريجنس ولا في البريست فيدنج، كونترا انديكيتد طبعا الاس والاربس كونترا انديكيتد في الاثنين، ده حتى كمان لما العينه تدخل في بيري كارديوم في بري بارتم كارديو مايوباسي بتوقف الولاده عشان تاخد الاس، من الاسباب ان هي بتوقف قصدي الرضاعه علشان تاخد الاس، لا كان ده علاج للهارت فيلير. طب ليه يعني؟ عشان جي اف ار يعني بتاع الطفل ولا ايه؟ لا ولا حاجة كونجينيتال تانية؟ انوميلي، يعمل كونجينيتال انوميلي ده في البريجننت. طب انا قصدي في في اللاكتيتنج. البريجنسي في طب اللاكتيتنج بصراحة. اتفضلي يا دكتور. هتعدي في البريست في الميلك، وطبعا البيبي هي كأنه بياخد الدواء ايوه بالظبط هو بيعمل سايد بالظبط افكت عليه. بالظبط تمام بالظبط. تمام. طيب إيه، ناخد سؤال تاني. 17 year old male is taken to emergency department due to alcoholic intoxication. On examination he is noted to be tachycardic with rate 140 beat per minute. ECG show atrial fibrillation. The following morning he is noted to be sinus rhythm. طيب ما علينا. What is the most appropriate management؟ يعني هو أول مرة يحصل له الاتريال فايبرليشن ومعروف السبب نتيجة الألكوهول انتوكسيكيشن، نعمل إيه في العيان ده؟ يعني يجي لنا واحد إي إف وأول مرة يجي بإي إف وعنده من هيستوري أوف ألكوهول، بنعمل فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة، ديسشارج. CVT arrhythmia secondary to acute alcohol intake are well characterized and have been termed بيسموها الهوليدي هارت سيندروم، no specific treatment is required. بل الهوليدي هارت سيندروم ده مش بيحتاج اي علاج. سبورتيف بس عاده لو اديته فلويد بيرجع ساينز. تمام. هون يعني نتيجه انه ايه يعني حصل ايه بالظبط في الهارت يعني؟ اكسيتابيليتي اتغيرت من الالكوهول انتوكسيكيشن؟ عملت القصه دي يمكن؟ مش عارف بصراحه. تمام. طيب هو هنا احنا نتكلم على الكلاسيفيكيشن 3 باترز بتاعت الاي اف، في اللي هي الفيس ديتكتد ابيسود دي ريسبكت whether is symptomatic or self terminating. دي احنا بنسميها الفيرست ديتكتد ابيسود. طيب في عندنا الريكرنت ابيسود دي when a patient has two or more episode of AF. if episode of AF terminates spontaneously then term paroxysmal AF is used. such episode last less than 7 days. يعني هي الباروكسيزم الاي اف دي
غالبا بتبقى اقل من 7 ايام، بتستمر يعني اقل من 7 ايام، تيبيكالي اقل من 24 ساعه. ده بيسموه الباروكسيسمال اي اف، ودايما بتترمينيت سبونتينيوسلي. ايوه دي اهم نقطه، ترمينيت سبونتينيوسلي دي، لان هي لو اقل ومش ما حصلهاش ترمينيشن سبونتينيوسلي هتبقى بريزيستنت. اهم نقطه في التعريف ان هي ترمينيتد سبونتينيوسلي، يعني رجعت لوحدها، ده تسميها بروكسيزم. تمام. البريزيستنت اي اف دي such episode usually last greater than 7 days، او زي ما انت قلت يمكن مش بت يعني مش سيلف terminating. بالظبط. البيرمننت اي اف دي continuous atrial fibrillation which cannot be cardioverted or if attempt to do so are deemed inappropriate treatment goals therefore rate control. يعني واحد ده مش مهما تعمل يعني مش قادر تعمل له كارديو فيرجن وترجعه للساينس يعني. او هو اخذ القرار، يعني انت ما انتش قادر، او هو اخذ القرار او الدكتور اخذ القرار. هو البيرمننت اف ده قرار ان احنا قررنا ان العيان ده هيفضل اف ونمشيه على ريت كنترول. تمام. يعني هو ممكن قصدك يعني لو انا عملت لها ريفيرجن هتبقى اسمها بيرسيستنت؟ اه لو احتاجت ان انت تدخلت عشان ترجعها هتبقى اسمها بيرسيستنت. تمام تمام لان دي بتيجي في الاسئله بتهيألي، هل هي بروكسيزمال ولا هي بريزيستنت ولا هي بيرمننت، صح؟ بالظبط بالظبط. وهتلاقيه لو هو تدخل عشان يرجعها بنختار احنا بريزيستنت. تمام اوكي. طيب what is the mechanism of action بيفالوريدين in acute coronary syndrome؟ قلنا هو ده اللي هو ايه، بيعمل ايه؟ reversible direct thrombin inhibitor. نبص على الجدول مع بعض. امبارح عدى معانا الاسبرين، صح؟ كنا قلنا ان هو بيقلل الثرومبوكسان اي 2 والكلوبيدو جريل واصحابه البراسو جريل والتيكرولول والكلام ده، بيشتغلوا على الاي دي بي. الانوكسابارين ده بيشتغل على بياكتيفيت الانتي ثرومبين 3 واللي بدوره بينهبت الكواجيليشن فاكتور اللي هو 10. الفوندا بارونكس ده بياكتيفيت برضه الانتي ثرومبين 3 واللي بدوره بينهبت الكواجيليشن فاكتور برضه. البيفالوريدين ده اللي قلنا عليه ريفرسبل دايركت ثرومبين انهبيتور. الابيكسي ماب والابتي في فيباتيد والتايروفيبان او الاجريستات ده تايروفيبان ده بيشتغل عن طريق الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي ريسبتور انتاجونست. تمام. انا هنكت يا جماعه، حد يساعدني في القراءه.